رأيت الرقوة وهو في الصف الثالث الإعلامي من فرعي العلمي والأدب. اليوم سنقدم لكم الدرس الثاني من قواعد النوت الثاني، وسنبدأ بالسجكشن. سجكشن الاقتراحات، فيها ثلاث طرق 1 2 3. أولا ليكس، دعونا، يعني الاقتراح تقترح على مجموعة من الأشخاص، يعني أما أن يوافقوا أو لا. ليتس زائد فعل مجرد، ليتس معناها دعونا، يعني دعونا نذهب إلى السينما مثلا، هذا اقتراح. شال وي زائد فعل مجرد، شال وي فقط، هاي شال وي شنو علامة استفهام فيها، هاي مهمة. شال وي زائد مجرد زائد علامة استفهام، هاي لا. وي كات زائد مجرد زائد فعل مجرد، يعني بس هاي شال وي علامة استفهام بيها، لازم تتبع عليها وعلى علامة استفهام. وهنا وي كات زائد فعل مجرد، وكمل هنا بالأمثلة راح توضح أكثر. دائما يعني يطيب الجملة بدايتها شنو فعل. take a taxi to the airport، خذ تاكسي إلى المطار. كاتب لك هاي المنطقة سجلتهم اختار، إذا ما نحتم عليك طريقة شنو تحل بأي وقت، بس يا حدد لك الطريقة، لا تحل بطريقة نحددك، يا احنا ما نحدد، يبقى سجلتهم بس اختار أي وحدة نختار. ايش راح تصير؟ راح تصير فقط شو نخلي؟ ليتس تيك، فقط نخلي تيك، ليتس تيك او شال وي، وبالاخير علامة استفهام، وي كود لا لان فعل مجرد زائد، يعني شو نخلي؟ وي كود تيك. المثال الثاني واتش ذا فيلم، مشاهدة او مشاهدة فيلم. Suggestion and I want to ask you are. Suggestion and use cut and use sharp. أولا سمعها بالcut. تصير we cut وراء فعل مجرد الفعل المنطقي watch زائدا نكمل جملة، يعني ليه جاء بالوزاري هذا الحال. sharp we and sharp يوز sharp. شن خل الشارب؟ أكو تشابه بين السجكشن والأوفرس بالشارب، هاي الشارب وي وهاي الشارب آي. شن سو؟ لازم نحفظها بالاختراع، شارب وي بالأوفرس شارب آي. شارب وي واتس ذا فيلم، وعلامة استفهام بالأخير، شارب وي واتس ذا فيلم أو وي كود واتس. نعم لا بالكود ما نخلي علامة استفهام، بس بالشرط شنو نخلي علامة استفهام. إن شاء الله هذا الاقتراحات سهلة، هو الأوبر يعني سهل جدا. هنا ناخذ الأوبرز العروض، العروض أيضا فيها ثلاث طرق للحل. أولا we will، هاي مي ويل، هاي ويم عفوا اي ويل، اي ويل شال اي وول يو لايك. هنا اي وول يو لايك ياتي بعدها اسم الشيء المعروف، اسم الشيء المعروف مثلا سام سويتس، سام كوفي، اكو كوفي مثلا، وبالامثله ان شاء الله توضح اكثر. هنا فيها أيضا ثلاثة، هي I will يعني أعرض على نفسي، أعرض على نفسي. I will زائد فعل مجرد، shall I أيضا هاي انتباه عليها، هاي وهاي علامة استفهام، shall I زائد فعل مجرد يعني أعرض على نفسي سؤال. What do you like اسم الشيء
معروف لا علامة استفهام لأن تقديم الفعل على الفاعل هذا. شاد آري بي علامة استفهام وهو يو لايك بعلامة استفهام. إن شاء الله ستوضح بالأمثلة. الإنسان الأول هيل يو ويز يور باكي هيل يو ويز يور بايت. مش جاي له أوفر هنا ما تقولي أوفر يعني شنو نوية عظم هنا ما يحتم عليك في ال يعني ما حدد عليك الطريقة اللي تستخدمها أي واحدة تستخدمها صحيحة شنو خلي we I will help I will help I will help أنا سوف أساعدك في حل الحقائق ارتعاش الكعب هاي أوفر هذا المنطوق سؤال تيك أوفر A cup of coffee. هنا بس هنا لا. إذا فعل نستخدم هاي. نستخدم هاي. الأولى أو الثانية. أما الشرط أو الأروى. بس إذا اسم نستخدم حصراً. Would you like. نجي هاي الجملة الثانية. هاي شنو فعلها. Help يساعد. الجملة الثانية. A cup of coffee. شنو هاي؟ كوب من القهوة. اسم هاي. شنو نستخدم؟ هذه نكتب would you like ونكتب a cup of coffee وبدأت العلامة استفهام لا تنسى علامة الاستفهام كل هذا أو هلا نعيدها a cup of coffee إذا اسم نستخدم هاي الطريقة حصرا بس إذا فعل لو هاي لو هاي واضح إن شاء الله a cup of coffee would you like a cup of coffee نستخدم مود يو لايك أكبر كوفي إذا اسم أوبن ذا ويندو أوبن أفتح النافذة أوفر يوز شارب أعرض واستخدم الشارب شلون هذا موقف سؤال هذا السؤال وزاري يعني هذا سؤال وزاري دائما ومهم مهم يعني جاء over the over use shall shall I open شو تصير تصير shall I open the window shall I open the window المثال صفحة 30 page 30 باليوم الثاني يعني هذا الدرس والقبلة صفحة 30 هو المثال عليه ونكتب إن شاء الله ويعني وزاري يجي أن أربع مواضيع ويجي اثنين لو شو صير open the window over use shop يعني بجانب لك استخدم shop ويا shop I شو صير shop I open the window يعني لا مو بنخير علامة استفهام لازم بين بيناتهم بل سجلشن من اقتراء شاوي زائد المجرد فعل مجرد يعني وبالأخير على بالأوفر شال آي وإن شاء الله الشرح واضح ولا تنسوا الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس وشكرا لكم.